أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي محادثات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جون كيري أمس الأربعاء في بكين خلال زيارة الأخير للصين، حيث أعرب وانغ يي عن موقف الصين المبدئي في قضية بحر الصين الجنوبي. قال وانغ يي إن جزر بحر الصين الجنوبي من الأراضي الصينية منذ العصور القديمة، والصين لديها الحق في حماية أراضيها وسيادتها المشروعة والمصالح البحرية، في حين أن الصين ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، وتصر على إدارة وتسوية النزاعات من خلال الحوار والمفاوضات السلمية في هذا الشأن. كما عارب وان عن أن البنية الدفاعية لازمة ولأغراض دفاعية، وهذا ضروري لأي دولة على الولايات المتحدة أن تتعامل مع قضية بحر الصين الجنوبي بشكل عادل وموضوعي وعقلاني. كما يجب على الجانبين إدارة المسائل الحساسة بطريقة بناءة لضمان المصلحة الشاملة والتعاون الثنائي.